طول عمره سلامة ورفع لي تطط. بسم الله ما شاء الله عليك. ها؟ أنت رجال متعود ترقد، متى صحيت طيب؟ صحيت قبل قبل المنيو. أنت عندك منيو اليوم؟ 20 دقيقة. سألك بالله. هل ونايم بعد الفجر؟ بالله أعطني الخلطة اللي قدرت تنام فيها أنت اليوم. مو شوف أنا كان نومي خربان. بس مو طلعت 24 ساعة ما نمت. كل ال 24 ساعة؟ كل ال 24 ساعة. كنت قاعد من الظهر وجو أهلي بالليل هني. طلعت وياهم. ورديت كم ساعة؟ رديت الساعة 3. الساعة 3 الفجر. من بكرة. ما نمت. إلا بالطيارة ساعة 45 دقيقة. وأنا جاي. وجيتي نمت بعد الفجر؟ قعدني مضيف ما في أحد بالطيارة، بس أنا حالي. قسم بالله. والله وأول مرة أركب طيارة ما أدري وين ياخذون شناط. وما أدري وين الدنيا. واليوم؟ جاء بعد فجر رقد. ها؟ ايه لاني امس نمت من جيت صليت الفجر حطيت راسي ونمت. قعدت المغرب قعدني منو؟ سعود المكاحله. ولا ودي انام بعد. وجاء الفجر اليوم جاء الفجر حطيت راسي ونمت. اوه النوم. يا ودر يا ام انسدح وانقلب يمين شوي. لا عزيز ما انت تتخيل يطلع. بعدين انقلب يسار. اتذكر صوت علي بالرويه. بعدين اجي كذا واطالع بالسقف كذا اغمض اتخيلنا صفين على البرايم كل بون اللي في البرايم صفين. اروح يمين يقول طيب عزوز لو طلعت انت اليوم. طيب عزوز لو طلع لي اخي. لا تخيل سعود. لا تخيل ايمن. لا تخيل علي هادي. لا تخيل رشيد. اجي كذا يدخل من بعض. عرفت الحمل لما يقول كذا ايه كذا التفكير يقول كذا. والله ما تخيل وما رقدت الا 11. والله كذا نمت وانا ما ادري بعد. والله نمت وانا ما ادري كذا من سته فجاه. حرام عليك. السلام عليك. السلام. فجاه انا مسفر والرايه. برايم هذا حريص ما شاء الله تبارك الرحمن. شلون ما دخل برايم؟ شلون ما دخل برايم؟ دخل برايم وانحاش. والله ما تناحي ولا والله انك ما تعرف وش الطبخه ولا ادري. انت الكامل ما ادري هي عليك ولا مو عليك مقلوب ولا هذا اللي عايش واقعيه صح. اقسم بالله ذاك اليوم يقول الحين هي علينا الكامل ولا ما يدري وين وجهه من قفاه. يكفي كل جواب ثلاث الى اربعه بس خليت كل سؤال 100 امحق يعني سؤال واحد 500 على اسئلتك الاربعه. حلو شغل المايك عليك خصم اليوم معنا ابراهيم. يلا اليوم بيرجعون ايمن بيطلعونك. انا والله اخذت مبلغ وغدره. مبلغ ايش؟ امس 3000 و 1900 بنسمه يعني حول 5000. انا 4000 هذا من ربي نعمه. فقره عزيز من كريم. ها هيب. ايه 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 نطن ايه. طلع اللي بكبدك ما دام انك تبي تطلع اليوم. طلع اللي بكبدك. هيب. طلع ايه اللي بطلع 4900. اي طلع اللي بكبدك. شوف الريس. شوف الحقد والغل. لا لونك بعد فايز فيه طول الايام ساكت 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 يوم درى انه بيطلع ابراهيم لونك خلينا نخربه معي. انت لعبت امس؟ طلع طيب لونك فايز ب 4000 بعد تدري كم تاخذ؟ 8900. لو اني فايز ب 4000 يمكن ما اطلع معاكم. والله ما ظنيت والله ما اخذ 3000 وظليت. يووو 9000 يعني ادخل ابراهيم ما جاوب كذا يسالوني اقول لا كلك وابس. والله لو اقول كذا ما جاوب. لا 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 هذا السؤال لا مو لا 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 ما اوه يا عيال طلع 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 الغل والله في قلبي. انا اخذت 1900 وقال كذا اللهم لك الحمد. وطيب ليه حاسدني؟ يهيب يهيب يا وجه. 4900 4900 3000 وظليت معاكم. انا اخذ 3000 المره اللي راحت بس رجعتني 3000. من اللي معنا ما جاوب؟ سعود. سعود المكاحله معناته نقاطه نازله. وانت؟ لا خليك اللي ما اخذوا نقاط نهائي. ايه؟ ما اخذوا نقاط، انا اخذت نقاط. 1900 مره وعده. هي السفاره. نواف عقاب. نواف عقاب. علي اللبدان. علي اللبدان ما اخذ نقاط؟ كله اللي بابراهيم اخذ نقاط. بفقرة الاسماء. 200 200 200. خليك من 200 اتكلم نقاط نقاط. علي اللبدان والشباب كله. علي اللبدان. وسعود المكاحله. نواف عقاب. نواف عقاب.
السفراء الجديدين منهم؟ يوم الأحد. بكرة. يوم الأحد إذا كنا موجودين معكم. لا يصير نفس السلطان أطلع وأنا سفير. يجي بعض الناس مع إزهلت يقول. إزهلوا أكمل عنكم أنا. خدت فقران. أنا بكمل عن. لحظات الإدراك عندي قامت. أنا بكمل عن عزوز. الله لا يبارك فيك والله يا ولد يكون في سلطان اطلع ورا سفير الله لا يبارك فيك والله ابشر بسعدك يا عزوز بس علمني بشيء عشان اذا رحت اذكرك بالخير عند اخوياك سلطان اصبر دخت اصبر لي عليك شيك سلطان يوم طلع كان برايم كان سفير كان برايم والله سلطان كان سفير كان سفير كان يزرع إيه؟ شجر انت زرعت شجر اليوم؟ لا فتحت بث؟ ايه خلاص سلطان بنفس اليوم فتح بث اسالك بالله يا ولك سفير كم اخذت لي؟ كنا 1700 راسي رساه يا ولد يا راسي راسي ختمت القران ولا نقوم من الحين رتب شنطتك ختمت القران ولا عزوز رتب شنطتك الله يبارك فيك والله اغراضي واجد انا والله ثلاث شنطات يا عاد حسافه تبني شاري ملابس شتويه يعني مو زين امس جايبهن اليوم اطلع يا خليها اسمع بها العيال بنص السعر ايه بنص السعر والله مو زين يا ولد مشانس فيني لحدة ما بس لها ما سويت فيني خير بالله كان سفير يا ويلي تذكرت تذكرت لكون انت ختمت القرآن بالبرنامج لا هو ختم القرآن وطلع انت ما ختمت يعني طالع طالع اكيد حريص صار 4900 نقطة ايه الحمد لله هذا من فضل ربي ودعاء والدي الي والله الي ابراهيم اذا تبون حقيقه ريجي الحقيقه الغايبه اقوى من ابراهيم سلطان ابراهيم اللي اليوم اقوى من ابراهيم حق سلطان هي كل مالها خلاص الاسبوع الجاي بعد والاسبوع اللي بعده باقي ابراهيم سلطان تمجينا احنا البرايم اللي بعد البرايم اللي بعده كان اقل قوه منه بدون قصور في اللي على المسرح اضحك ابراهيم ابراهيمنا ابراهيمنا حق ضحك والله ابراهيم والله ولا واحد عزيز وابراهيم ذا رشيد رشيد ما هقيت انه يذل من ابراهيمات هو الوحيد اللي هقيت انه رشيد اكثر واحد يذل من ابراهيمات انسان يضحك حتى بوقت الحزن طلع يا ولد لان ابراهيمنا ضحك في بالرويه قلبها ضحك لا ما مسك نفسه ما يضحك رشيد مات رشيد وجد لما يمسح مفاصله والله مو معنا اجي منو معك انا وجد وعزوز وسعود الكاهل جد قال إيه؟ كذا خبرنا برايمنا ما في اي فقره يعني ما فيها ما في اي عاد والله ان اسئلتكم سهله شوف انا راح اقول انه سهله بس لجيت بوسط الاسئله تصير صعبه شوف اليوم شوف الناس ما يبسوا اول شيء يا ايمن صح حلو والعقول ما يبسوا صح يعني انت بكلك تشوف السؤال صعب ولا سهل ترى لو اقول سوا ترى يعني احنا ترى عقلك مو على عمرك الشباب اللي طلعنا ترى يعني ما نخاف من يعني انت الحين كم عمرك؟ ما نخاف من المسرح كم عمرك؟ قبل السؤال